عبيط حيط. سمعت صوت قصف، رحت مسكت التلفون، كنت بدي اصور انه الشهداء تحت، بعرفش انه ابوي بينهم. فمسكت التلفون بطلع بالشباك بصور اللي ابوي بينهم، صرت اصيح الجبل. شفته مرمي قدام عيني يعني، ودمه سايل وشهداء مليان يعني، منظر شهداء اشلاء ولحم ودم، اشي مش طبيعي. ابوي انسان صعب وصفه، ابوي ما كانش مجرد اب، كان صاحب، اب، اخ، كل شيء. كان بني ادم كثير حنون علينا، بخليش بإشي بنفسنا، كل إشي بدنا اياه لو بحرم حاله بيعطينا. صعب عن جد، صعب الكلام يوصف ابوي.